اليوم هنايا كطلبه طب وصيدله وطب اسنان كنحتجوا ودايرين وقفه احتجاجيه باش نطالبوا بمجموعه من المطالب المشروعه، اولها جوده التكوين الطبي. حنايا كطلبه اسنان كنعانيوا من رداءة الجوده وعدم كفايه كراسي العلاج في المستشفيات، في لي سونتر دو سوان دو تريتمون دونتير، في الرباط وفي الدار البيضاء. لا فورماسيون فاش كنجيو نهضروا على جوده التكوين، راه حنايا ما كندافعوش فقط على جوده التكوين، ولكن كندافعوا على جوده الخدمه الطبيه المقدمه للمواطن المغربي. حنايا الاطباء الكليه العموميه حنا اللي غادي نعالجوا المواطن المغربي، وحنايا خاصنا احسن جوده التكوين باش نقدموا احسن جوده التكوين للمواطن المغربي اللي كيحتاجها. اما باش نبقاو نزيدوا في العدد ديال الاطباء بدون جوده التكوين وبدون الظروف الملائمه باش نكون واحد الطبيب كفء اللي غادي يقدم احسن حاجه للمواطن، راه هادشي ما صالح لوالو. العدد بدون جوده غير صالح حتى شي حاجه. يعني اليوم حنايا امام وقفه احتجاجيه جاوها الطلبه من جميع الكليات العموميه ديال الطب والصيدله وطب الاسنان من المغرب. يعني اليوم هنايا واحد امتداد لواحد المسلسل نضالي بداته اللجنه الوطنيه طلبه الطب وطب الاسنان والصيدله من اجل هدف واحد، هو تحسين جوده التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب. حنايا اليوم هنايا كنبغيو نعبروا على القلق ديالنا، السياء ديالنا، واكثر من ذلك الغضب ديالنا على الاكتضاد المهول وعلى الحاله اللي يعني هي كارثيه اللي كيعيشها التكوين الطبي بالمغرب. يعني نقص في الموارد البشريه، نقص في الموارد الماديه، واكثر من ذلك عدد كبير من الطلبه الذين كيتلقوا تكوينهم في ظل نقصان كبير ديال اراضي التدريب الاستشفائيه. يعني حنا اليوم كنشوفوا انه يتم زياده عدد الوافدين، وبيان سور حنايا من باب الوطنيه ديالنا اكثر من بغيوه للمواطن المغربي هو انه يكون عنده طبيب ويكون عنده صيدلي حداه قريب ليه، يعني بالعدد كافي. ولكن ما يمكنش نشوفوا العدد بلا ما نشوفوا الجوده. حنا الاولويه ديالنا هنا هي اننا نقولوا للحكومه خاصها تحت الاولويه ديالها هي الجوده ديال التكوين. وجوده التكوين كيفاش كتكون؟ كتكون بالموارد، كتكون باراضي التدريب الاستشفائيه اللي بدل اننا نشوفوا انها كتزاد كنشوفوها كتنقص وكنزيدوا في العدد ديال الوافدين. حنا اليوم لا نشكك في وطنيتي وفي مسؤوليتي طالب الطب المغربي وطالب الصيدله وطالب طب الاسنان المغربي، بالعكس هذا من باب من هذا المنطلق يخليه انه يطالب الجوده، كيطالب تحسين الظروف، كيطالب توسيع اراضي التدريب الاستشفائيه. واكثر من ذلك ماشي معقول اليوم اننا كنهضروا على تحسين ولا لا ريفورم اصلاح المنظومه الصحيه وطالب طب، يعني الطبيب الغد كيتخلص ب 21 درهم في الشهر، 21 درهم في الشهر اي 630 درهم، 630 درهم الى شده في شهره، يعني واحد المشكل كبير كيعاني منه طالب طب من الناحيه الاجتماعيه. وحنايا في اللجنه الوطنيه كنا خرجنا واحد التقرير عن الوضعيه الاجتماعيه والماديه لطالب الطب والصيدله وطب الاسنان، ولم نرى اي تجاوب مع الارقام الكارثيه التي اعلنا عنها في هذا التقرير. اليوم حنايا كنوجهوا نداء للحكومه، كنوجهوا نداء لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه انها خاصها اليوم تبقى تشوف في الكاليتي، يعني في الجوده قبل لا كونتيتي، يعني في الكم. يعني الجوده الطبيب، الجوده ديال التكوين الطبيب هي اللي غتخلي ان المنظومه تكون هي هذيك، وظروف العيش ديالو يعني عيش كريم، واحد كرامه انسانيه اللي كنطلبوها حنايا للمغرب ديالنا، للمواطنين المغاربه ديالنا. معكم مريم لا ريبريزونتون ديال دونتير. جينا اليوم حيتاش كنعانيو من الاكتضاد في اراضي التدريب الاستشفائيه ديالنا، لو فيت ديال عدد لي برومو كل عام كيتزاد بلا توسيع الاراضي التدريب الاستشفائيه كيشكل لنا مشكل كبير. راكم عارفين طب الاسنان هو التطبيق، يعني الا ما تدربناش والا ما دربناش كتكون لا فورماسيون ديالنا ما مزياناش. دونك حنا اليوم هنايا كنطالبوا بتوسيع اراضي التدريب الاستشفائيه، ماشي نزيدوا في عدد الناس بلا ما نزيدوا في عدد كراسي العلاج. ومن بين المطالب ديالنا ايضا هي لابورس اللي ما كنتوصلوش بها في الوقت ديالها والقيمه الهزيله ديالها. كيف ما كتشوفوا اليوم كنظموا هذه الوقفه الاحتجاجيه الوطنيه اللي حاضرين فيها جميع الطلبه ديال كليات الطب والصيدله وطب الاسنان العموميه، احتجاجا على مجموعه من القرارات الارتجاليه اللي اتخذتها وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه بزياده كبيره في عدد الطلبه ابتداء من السنه المقبله. هاد الزياده هذه غادي تزيد تعوص مشكل اللي ديجا كاين ديال جوده التكوين. الان حاليا جوده التكوين في خطر، وجوده ديال التكوين كل ما تضررت كل ما كيتضرر الطالب وكيتضرر المواطن اولا، لاننا حنايا ان شاء الله حنا اللي غادي نكونوا قايمين على المستشفيات مستقبلا، وهذا كيشكل خطر على المغرب كامل. اليوم وقفة وطنية، أو أقول بالأحرى إنزال وطني لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان كافة الكليات العمومية هنا بمدينة الرباط.
هنا بمدينة الرباط. اليوم طلبة ديال الطب كما كتشوف هنا في الساحة هذه أمام قبة البرلمان، الهدف الغاية الأسمى ولا نقول النقطة الأساسية في الملف المطلبي، ألا وهي الدفاع عن جودة ديال التكوين الطبي بالمغرب. المطالب ديالنا هي أننا نحسنوا من جودة التدريب الاستشفائية، التدريب الاستشفائية من جهة والدروس النظرية من جهة، إذن وبالتالي نقدروا نقولوا التكوين الطبي بصفة عامة. اليوم كنشوف الطلبة كيتواجدوا بأعداد كبيرة في المصالح الاستشفائية، 70 80 90 طالب في كل مصلحة استشفائية. الشيء اللي ما يخليش كاع الطالب انه يقدر يتكون. من جهة أخرى الدروس النظرية اللي مازال كتدار بواحد الطريقة، ما كنقولش على جميع الدروس النظرية ولكن جزء منها مازال كيدار طريقة اللي كتدار بها السنوات التسعينيات القرن الماضي. ومن جهة أخرى كنهضروا على الوضعية المادية ديال الطلبة، اللجنة الوطنية قامت مؤخرا بأن ضعت واحد لونكيت على الوضعية المادية ديال الطلبة، تبين منها أن الطلبة هادو كيعانوا جدا من الناحية المادية. اليوم الطلبة ديال الطب كياخذوا 21 درهم في اليوم، 21 يوم طالب طبيب كيخدم كل صباح في المركز الشفائي الجامعي باش انه يعاون في لو سيستيم ديال لي سوان. اليوم طالب طب ما كيبقاش فين يتكون، اليوم طالب طب ما عندوش ابسط الظروف ديال العيش الكريم، ابسط الظروف الحقوق ديالو في المركز الشفائي الجامعي. بالتالي هاد الاطراف كامله وهاد النقاط كامله كيتجمعوا باش انهم يعطيونا الجوده ديال التكوين الطبي. القرارات الاخيره اللي نصت على ديمينيسيون ديال لي زاني 6 سنين والرفع من الاعداد ديال الجدد، الرفع من الاعداد ديال الجدد، ما لقيناش اجراءات مصاحبه لهذا القرار هذا باش اننا نطلعوا اعداد ديال الطلبه بالوضعيه الحاليه. مستحيل نشوفوا اجراءات مصاحبه اليوم لاننا نقدر نكونوا مع الطلبه. الا ما كناش اليوم مع الطلبه الا بالاعداد هذه اللي كتشوفوا هنايا راه ما نكونوش اعداد الطلبه طالعين. وشكرا، هذا هما ابرز النقاط ديال الملف المطلبي ديالنا وعلاش اليوم احنا هنا في الرباط اللي كنهضروا على جوده التكوين. والهدف ديالنا هو اننا نخرجوا طبيب مكون بصفه جيده ويكون قادر انه يعالج المريض، ماشي غنطلعوا العدد ديال الاطباء باش اننا في الاخير يكون عندنا اطباء قرب بين قوسين ماشي بديك الجوده اللي بغينا. وثاني السنه كتسال عن صحه المرض. معنا اليوم كطلبه الطب والصيدله وطب اسنان امام البرلمان باش نطالبوا بتحقيق المطالب ديالنا اللي كناضلوا عليها منذ سنوات. هذه المطالب فيها تحسين جوده الدراسه ديالنا والفورماسيون ديالنا. حنا كنطالبوا بان يتم تحسين المدرجات، البنيه التحتيه عامه من المدرجات، من القاعات لي صال تاع لي طرافو دي ريجي، لي صال تاع لي طرافو براتيك، المصالح تاع المستشفى الجامعي تما خاصهم يتصلحوا. الا ما تمش هذا الاصلاح فما يمكنش اننا حنا ندخلوا طلبه وحدين اخرين حيت غادي يكون واحد الاكتضاد. هذه من جهه، هذه المطالب هي مطالب زعما عامه ديال انتوما ماشي ضد الطلبه ديال الطب. لا حنا ماشي طلبه، فالطب والصيدله وطب الاسنان هما مهن انسانيه من الدرجه الاولى، لذلك ما يمكنش يكون عندنا واحد الحقد والكراهيه لاخونا الانسان وبالضبط انسان معك في الحلقه. هذه المطالب اللي تمت بالذكر ديالها فهي مطالب عامه، كاينين مطالب خاصه بكل شعبه. بما انني هنا كنت على شعبه الصيدله فكاينين عندنا واحد المطالب، من المطالب ديال الصيدله عندنا توحيد مضمون الدراسه النظري والتطبيقي بالنسبه لجميع شعب الصيدله في المغرب حسب الدفتر البيداغوجي اللي كاين واحد الدفتر كاين. ثاني حاجه الغاء الاقدميه ديال السنه بعد التخرج باش يدوز فارماسيان يدوز واحد الكونكورس باش الكونكور تاع الغيزيدانه وتعويضه باقدميه مورا ما يجتاز الطالب اخر اكزاملي. وهذو هما المطالب ديالنا العامه والمطالب اللي خاصه شعب الصيدله. واخر نقطه هي لابوس، حيت الطالب سواء في الطب الصيدله وطب الاسنان كيقوم بواحد المهام في المستشفى الجامعي وفي اي مكان، الطالب كياخذ واحد التعويض قدره 21 درهم. ورغم هذا ديال التعويض الا ان معظم الطلبه ما كيتوصلوش بهذا المقدار ديالو، كاين واحد التاخير ديال سنه وسنتين. لذلك حنا كنطالبوا باش ما يبقاش التاخير ويكون المستحقات في وقتها.